لسه بنكمل كلامنا، والنهارده مش قادرين نقول انه بترتيب ولا ان احنا قاصدين، بس الحقيقه ان النهارده اهم موضوعات معانا عن مصريين في ادوار مهمه جدا، ادوار مهمه يقوموا بيها خارج مصر او داخل مصر، ادوار مهمه ومؤثره وتكون مغيره لواقعهم وواقع الناس اللي حواليهم. احنا متشرفين ان يكون معانا سيف الحكيم، شاب مصري الحاصل على جائزة أفضل خبير ريادة أعمال في روسيا، تكريمات متعددة، مجموعة من التكريمات في روسيا، لأنه سيف الحكيم مش بس من أفضل رواد الأعمال، لكنه قام بتدريب آلاف من الشباب بالمجان. الإنجازات اللي عملها سيف ليها دعوة بدور ريادي، أنه قدرنا نقوم بتطوير ورفع كفاءة أو رفع كفاءة إنتاجية في دول كتير تم تكريم سيف فيها، زي الإمارات تم تكريمه بشهادة، وكمان وتكريمه في روسيا بشهادة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد قدرته على إنجاح حدث عالمي تم في روسيا من سنوات قليلة. التفاصيل بقى اللي ورا العنوان المختصر لقصة كفاح ونجاح سيف الحكيم نسيبها لسيف شخصيا. مساء الخير عليك سيف، انا عارفه ان انت معانا من موسكو، مش عارفه فرق التوقيت تحديدا قد ايه، لكن مساء الخير ومنور سماء القاهره. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على المشاهدين، وشكرا على المداخله الجميله دي. فرق التوقيت ساعه مش كتير، بسيط بسيط، يبقى مساء الخير. بسيطه جدا. مساء الخير على حضرتك. خليني الأول أعرف التاريخ وريادة الأعمال ودورك في ريادة أعمال. ليه تسميت أفضل رائد أعمال أو من أفضل رواد الأعمال؟ احكي لي القصة الخلفية وراء الموضوع. القصة لطيفة جدا، هي طبعا تبقى في الجينات أو الدي ان ايه. موضوع رائد الأعمال هو بمنتهى البساطة بني آدم بيحب يشوف فرصة أو يبقى عنده فكرة ويبقى هتبقى حقيقية إنها تساعد الناس في حل مشكلة. فأنا عندي الموضوع ده في الدي ان ايه، فبحب الموضوع ده جدا. موجودة في الدي ان ايه يعني حد من العيلة ولا في الدي ان ايه أنت من وأنت صغير؟ احكي لي بس. من وأنا صغير، من وأنا صغير. أي حاجة بيبقى حلم بحب أحوله حقيقة. فبقت حاجة بالنسبة لي ممتعة. طبعا تشالنجينج، بس حاجة جميلة جدا، بيبقى بتسيبي بصمتك في الحياة. بالظبط. سبت بصمتك في حياتك وحياة الآخرين، بس أقولي بس مجال لله. تخصصك أكتر ومجالات التدريب اللي أنت قادر تساعد فيها ناس تانيين ييجوا بعدك يحققوا أحلام أكيد عندهم. ممتاز. أنا تخصصي عامة في ريادة الأعمال، تدريب واستشارات في ريادة الأعمال والبزنس وتطوير الذات بشكل عام. مجالات شغلي بتبقى في العقارات، في السياحة، في الاستثمار العقاري، وفي حاجة اسمها الهوليدي هومز اللي هي بيوت الأجازات، وهي نوع من الاستثمار برضه. الناس بقى لما بتطلع المعاش كده وتشتري بيت في حتة تاخد فيه الأجازة بتاعتهم، مش كده؟ اه طبعا. طيب قول لي بس خطوات التأثير اللي عملته. يعني في روسيا بدأت بتدريب مجموعة من الشباب وعشان كده اتكرمت، مظبوط؟ ده من ناحية ريادة الأعمال. ريادة الأعمال طبعا هو من تدريب الشباب، وكرمت على هذا الاساس، لان دايما بقول عشان ننجح لازم نساعد بعض. وطبعا كل واحد عنده خبرات وعنده اكسبيرينس لازم ينقلها للجيل اللي بعده عشان ننهض بالمجتمع. فتم تكريمي على هذا الاساس. تكريم الرئيس بوتين كان بشكل تاني خالص. كان وقتها كنت انا شغال في شركه الكترونيات عالميه، وكنت مسؤول عن اولمبياد سوتشي في روسيا. وتم تقديري وتكريمي في النتائج اللي خرجت بيها الاولمبياد. مجال سوري التسويق، كان مجال التسويق. التسويق، واو، دي حاجه مهمه قوي. احنا لسه بنتكلم جداً عن تسويق البلد، احنا عايزين نسوق الصوره جداً. نسوق الصوره الذهنيه. طيب تم الاستعانه بيك في مصر، دعيت للمشاركه في اي فعاليات في مجالات معينه في مصر؟ لسه يعني اوفيشلي لا لسه، بس انا كنت في مصر من قريب وجمعت مع مجموعه من الشباب جميله جدا، كنت فخور بيهم جدا بدرجه ما اقولكيش، كنت مبسوط بيهم قد ايه. تشوف الايموشنز والشغف ان هم عايزين يطوروا نفسهم ويبنوا نفسهم ويبنوا الكارير ويطوروا المجتمع، حاجه كنت مبسوط بيها جدا. فان شاء الله هكرر الموضوع ده، كل 3 اشهر هاجي هكون في مصر اعمل نفس التجمع ده مع الشباب اللي عايز تطور نفسها وتطور رياده الاعمال.
طيب عندي سؤال ليك، وبما انه انت بتدرب كمان في مجال التسويق او نجاحاتك في مجال التسويق، ازاي نقدر نسوق المنتج المصري عالميا بصوره، ايه الصوره الذهنيه عن الانتاج او الصناعه المصريه؟ اذا كان مثلا ده واحد من الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها النهارده، ايه نصيحتك النهارده لحد بيعمل مشروع صغير او صناعه متوسطه واحنا بينقصنا يمكن فكر التسويق؟ يعني احنا كمصر طبعا مش محتاجه تسويق، بس لو احنا هنركز على حاجات بنركز على ان مصر هي سنتر الكون. يعني احنا لما نيجي نتكلم الحضاره وسنتر الكون، فدي عندها احترام جميع الدول. فالمنتج اللي بيطلع منها بيبقى الناس واخداه ان هو عنده ذو قيمه وذو كواليتي عاليه، فده لازم نركز عليه فيها. تاني حاجة، القدرة السياحية عند مصر عالية جدا. القدرة الشبابية عند مصر، احنا مجتمع اغلبيته شباب. فالشباب هو اللي بيزق ريادة الاعمال عامة. فعشان كده انا كده برضو مبسوط وشايف جدا التوجه الدولة ان هي تساعد الشباب ان هي تبتدي تنفذ افكارها وتخلي تعملهم الايكو سيستم الاول منظومة ان هم يقدروا ينجحوا. وده الحاجة برضو اللي احنا بنعملها كرجال اعمال. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيف الحكيم، أحد رواد الأعمال المصريين والمتميزين، واللي إحنا نتمنى طول الوقت أننا نسمع منهم ونسمع عنهم أخبار عظيمة طول الوقت. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا، ميرسي جدا، شكرا. يعني استكمالا بس الكلام، سيف لما بيقول أنه المنتج المصري سمعته جيدة، خلينا نقول بقى عشان نبقى صراحة، في بعض المجالات وفي بعض الحاجات لا ما نجحناش لسه ان احنا نسوق انه البراند المصري. يعني دايما تسمع تقول القطن المصري، ودي حاجه عظيمه قوي، ودي حاجه في علم التسويق انك تقول بلد المنشا. لما تقول على حاجه الماني فتفتكر على طول الماشين، تفتكر المكن الالماني. لما تقول على قطن فتفتكر مصر، وهكذا. فانت تقدر، احنا كمان كمصريين نقدر نستغل فكره الصوره الذهنيه ونسوق بيها بلدنا بالطريقه اللي تلقى قبولا عند الناس. كل التقدير لنماذج حقيقية ناجحة مهمة بتقدم دور حقيقي لبلدنا، اللي فاقد الحماس مش هيقدر يكمل دلوقتي. عشان كده بكل حماس احنا عايزين نشجع بعض ونكمل مع بعض.